ميدو نبيل يتقدم للامام وبيلعب الكره البينيه الحلوه، وادي الكرات بقى واللمسات الحلوه من لاعبي النادي الاهلي، وهجمه جميله جدا واحده والثانيه اتلعبت حلوه قوي ناحيه الشمال. مازن اسامه عدى وماشي، وادي العرضيه من مازن اسامه خطره، والهدف الاول، والهدف الاول للنادي الاهلي، الجول الاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء من كره عرضيه حلوه، بيسجل بقى النادي الاهلي الهدف الاول في المباراه، الهدف الاول للنادي الاهلي في المباراه، وكره عرضيه من مازن اسامه بشكل متميز جدا في مباراه اليوم. وعبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف بيضيف الهدف الثاني ليه في دوري هذا الموسم والاول في مباراه اليوم للنادي الاهلي، علشان يتقدم الاهلي على الجونه بهدف مقابل لا شيء في مباراه اليوم. برافو يا ولد يا لعيب، والحقيقه كره ملعوبه جميله جدا ما بين ميدو اسامه وما بين ميدو نبيل، وادي العرضيه وادي الاعاده، وشوف بقى هنا الراجل قاطع قبل حارس المرمى اللاعب عبد الرحمن شريف اللاعب الهداف اللي كان سجل هدف الفوز على نادي بلدية المحلة في الجولة الأولى، يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من عمر وبداية أحداث لقاء الأهلي مع الجونة في الجولة الثانية. أدي أمامنا كابتن نورة سمير حكم هذا اللقاء، ترجع الكرة مرة ثانية ناحية اليمين، وادي الانطلاقة لصالح النادي الأهلي، والكرة العرضية على حدود منطقة خطرة ومحاولة بقى هنا من اللاعب ميدو نبيل، وترجع الكرة لسه الهجمة دخل منطقة، والجول الثاني، والجول الثاني للنادي الأهلي، الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، وجول حلو قوي قوي، واحتفال بقى وفرحة كبيرة جدا للاعبي النادي الأهلي بالهدف الثاني في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء، علشان يتقدم الأهلي بالهدف الثاني في مباراة اليوم. ادي الهجمة، وادي الكورة، وادي اللعبة، وادي التصويبة الحلوة من اللاعب ميدو أسامة، ادي ميدو أسامة واحتفالاته الشهيرة والهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم، علشان يتقدم الأهلي على الجونة 2 لا شيء في أول 20 دقيقة وأول ثلث ساعة من أحداث هذا اللقاء. الأهلي أصبح متقدم على الجونة 2-0 في مباراة اليوم. في قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم اللي أسفرت عن لقاء الأهلي مع سيمبا، الترجي مع مازيمبي، الوداد مع إنيمبا، وصن داونز مع بترو أتلتيكو. كل التوفيق للنادي الأهلي. أدي كرة ملعوبة هناك ناحية شمال، وإسلام عبد الله بيلعب كرة عرضية خطيرة ومحاولة وممكن وفرصة، وبالفعل بالفعل أحمد أشرف يفتتح يعني سجل تهديفه هذا الموسم ويضيف الهدف الأول ليه والثالث للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الجونة. أحمد أشرف هداف الموسم الماضي اللي كان سجل 6 أهداف يعود هذا الموسم ويقص شريط الأهداف بالنسبة ليه على المستوى الشخصي، ويسجل الهدف الأول ليه والثالث للنادي الأهلي في المباراة، علشان يتقدم الأهلي بالهدف الثالث على الجونة في مباراة اليوم. هنشوف للأهلي ولا الجونة؟ أعتقد للجونة من ناحية شمال، بالفعل للجونة. رمي التماس للجونة، هيلعبها اللاعب علي عادل، بيلعبها لمحمد حنفي، لعلي اللي بيتقدم الأمام وماشي، ولكن راجع على جونه كده ويرجع ويجيبها منه على طول اللاعب عبد الله زيدان لاعب النادي الأهلي اللي بياخد فاول. عبد الله زيدان اللي شارك بدلا من اللاعب ميدو أسامة، وتتلعب الكورة خطرة جدا، علي، علي نادر لعبد الله زيدان، بيحاول لعلي نادر وتصويبه. يا ولد يا ولد، ايه الجول الحلو ده، ايه الجول الحلو ده يا جماله، ده سايق دلاله حاجه جميله جدا، علي نادر ادى قذيفه مدويه، ادى قذيفه حلوه 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 يا ولد يا لعيب يا علي يا نادر. وادي بقى التصويب من خارج منطقه الجزاء، والسلاح مهم جدا، سلاح مهم جدا، والهدف الرابع للنادي الاهلي، الهدف الرابع للنادي الاهلي، انما تصويبه ايه، تصويبه قويه جدا، ولا مصطفى مجدي ولا حتى الحارس اللي معاه يوسف البدري لو هما الاثنين وقفوا في المرمى، شوف الراجل ضغط وشوف الراجل جابها ورجعت له مره ثانيه في اللقطه الماضيه، لانه حظه حلو، الكوره دايما والتوفيق دايما مع المجتهد، وشوف التصويبه رايحه فين، شوف التصويبه رايحه فين.